السلام عليكم، مرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين الوزير يشهر سيف الحجاج اخيرا. تاع الراس قاطع راس قطع الرؤوس عليا. واللجنة التفتيش والتحقيق من وزارة الشباب والرياضة إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم هو حلم وليس كابوس، يعني هو حقيقة وليس حلم، هذه حقيقة وليس حلم. سوف يكون يعني السيمانة هذه وروح السيمانة أختها سوف تكون يعني أحداث تتسارع. حنا قبل لا نبدأ عندي رسالة غادي نقولها لذلك اللي راه بدا لوزين تاع لورولي في جدرها تاع ليون، هذيك زوجة قصامة راهي تشوف. غادي نقول لك كلمة، هذه التالية تاعك أقسم لك بالله العلي العظيم غادي نفرش كلش. أنا على بالي أنا نتحداك قدام جزائريين كاع، نتحداك إلا تعايري الشريف الدين عمارة. أنا على بالي علاه أنت ما تعايريش الشريف الدين، حبستي ماكش تسبي الشريف الدين عمارة مالغري بالك الجزائري كومبلي. أنا مع الشريف الدين عمارة والناس اللي قراب ليه يعرفوني كي داير، راكي عارفة، انتي راكي عارفة. ونتحداك لتزيدي تعايري منير دبيشي متالي كاع، خاطش انتيا زيرو، خاطش انت قلت الله ينعل الشيطان الله ينعل الشيطان. اش عامل واحد؟ انا كنت موجد لك فيديو والله ما تأمني راسك. انا على بالي انت يا على سقرتي فسطات في 2001، على بالي كاين الفوت تاع جاك شيراك وباش تحرقوا لي زيميغري فماك باش تحرقيهم، سقرتو درتو مشاكل من عند لوبان. شوف كاينين واحد الامور كيما يقول لك سايك فضحتي، وانا نقول انا نقولها لك ونعاود، انا مانيش معمر جبور، مانيش بالشيخ ولا ابو حنيكه ولا مدور ولا اي واحد. انا نقول لك بالتالي كاع انا مانك ما كنت خاسر وربحت، ما كنت رابح وخسرت. احمد قاعد احمد بس تمعني تقولي لهم تقولي له راو راو روح قول له دير خسر 10 ملايين على ذاك يدير فم. انت شتي غينا بواحد، انت ما شتيش واحد النابانيك واحد المحرف جاي داير دي تاع ديفونس، ما شتيش. اش غادي نقول لك؟ حشمي، انا حشماني من الناس، حشماني من الناس اللي انتي تعرفيهم. انا مانيش هذاك المخنث ولا ابو كلبه ولا ذوك الكلاب اللي كي قالبتهم واك مستعرب بك رابطتهم كي الكلاب ما كاش لي يزغل من تحتك. بصح ماشي كيف كيف، ماشي كاع رجال كيف كيف. بالتالي راني قلتها لك، انا على انا نتحداك امام كاع الشعب الجزائري عاودي سبي الشريف الدين عمارة. تنجي لا تنجمي تسبيه، ما تنجميش على بالي، ما تنجميش. قلعوا لك البيلات تاعه وزادوا قلعوا لك البيلات تاع منير دبيشي، وغادي انا نقول لك غادي يزيدوا يقلعوا لك البيلات تاع الحاج محمد راو راو، غادي يزيدوا يقلعوها لك بشويه. انت يا وين وصلتي تهضري على كي يسموه على عنتر يحيى؟ عنتر يحيى رجل شريف وعائله تاع شهداء مجاهدين ابن سترا ستراتا، يعني سكتي يا سعيد ديريها في الماء تبرد، حطيها في الماء تبرد. ها رايني كيمك، ها شاكي باغي يضرب، ها رايني كيمك، ها سعيد ها بنادم راهي حشمان على بالك، راني حشمان برك، حشمان برك. هذا مكان انت زبل فوق الارض دورتي اش داير كاع، متمني ان شاء الله نخبطك لازم تولي تشوفي بالمرايا تحتك الى تبراي ولا ما بريتيش من غير الكتاب قبلاتي. لجنة التفتيش والتحقيق في وزارة الشباب والرياضة الى الاتحاد الجزائري لكرة القدم اصبح حقيقة وليس حلم. الحلم لمن يريد الحقيقة، لمن يريد العدالة، ومن طال انتظاره لما دار حول الاتحاد في اتهامات فساد أدبية وأخلاقية وخاصة مالية. فهل
يعني سوف نعرف بما عجز عنه غيره، هذا الرئيس الوزير اللي فات اللي خرجوا راهم يعاينوا في الوزير، يا ودي الوزير ود الدوله والدوله دارتها والله العظيم الا نطر لكم الراسات الجدره تاعكم راهي نطر فيها الا ما على بالكمش، راه مبلع كلش المارطو، راه بالمارطو عكس بالمارطو بالمارطو والو بالمارطو بالمارطو. انت يا بيجي بي عن طريق احياء للجزائر، انت يا بقيت مخلوع، واحد قال لي قال بلي قلت له عن طريق احياء اخرى 5 سنين وانا ندخلك الاتحاديه، انت يا قري غير قري غير روحك الاداب. فهل من سيقوم هذا الوزير بما عجز عنه غيره وسوف يفتح هذا الصندوق الأسود والكابوس لمن عادت عاث الفساد في أروقة هذه الاتحادية، ولو يعني اتسم هذه اللجنة يعني سوف تكون لجنة وإن كانت لجنة يعني من أبناء الجزائر لا يتهاون، مكاش تهاون، ناس خرجت مكاش تهاون، مكاش تهاون، مكاش انا نقولها لكم ونعاودها لكم، يعني كان مبدئيا عند انتهاء منها وين بعثت للجنه التفتيش والتحقيق ثم المقارنه بين التقريرين لكي لا يكون هناك تلاعب، يعني خرجوا زوج لجنات، لجنه دار التحقيق وعاودت زادت لجنه واخده اخرى على طولوا، هذه هضروا عليها من اكتوبر على طولوا، خرجت لجنه الاولى دار التحقيق تاعها وجاء هذا الوزير خرج لجنه واحده اخرى، الدوله خرجت لجنه واحده اخرى وشافوا التقارير لكي لا يكون هناك تلاعبات، فحجم المخالفات والتجاوزات هائل ومريع، خاصه كما تعلمون ان الاتحاديه كان يقف على بحر من المال تركه السيد الحاج محمد راوراوا وصرفه لاحقيه وخاصه الفتى الذهبي. سوف نرى هذه اللجنة وبها نرى المصداقية ووزارة والوزير وأن شيء، وإن شاء الله يعني لا تطول يعني باقي الأيامات برك ونشوف الأمور كيف قد تكون، هذه هي الأمور كيف سوف تكون، هذه هي أخويا بزاف وصلت الأمور فيها الأديداس فيها فضيحة تاع الكابا فيها بزاف صوالح بزاف، يا فيها أمور فيها أمور. أنا نقولكم فيها أمور كبيرة 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 والله العظيم، هضرة قليلة هضرة قليلة خويا، أنا جايكم حاسبينا سهلة يا حسبتوها سهلة، واو ما تجيش كلش يجي في وقته إن شاء الله، هذه هي كلش يجي في وقته، ما غاديش تقعد كيما هاكا متالي كاع حاسبينها بلي غادي تقعد باردة، راكم غالطين وراكم غالطين أبا. حتى على كنتو دايرين بلي مكاش اللجنة الأولى اللي خرجت راقدة بصح خرجو لكم اللجنة الثانية، اللجنة الثانية اللي غادي هي اللي قسمت ظهور، هو الناس طير 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 طير، عم ينقو الناس يتنقي صعيب، سكوت سكوت وخلو الناس نقي متالي كاع خويا. ما
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظنا ويحفظكم معنا. صحيتكم.